ون على طول. بداية طال عمرك كانت عبارة عن منطقة بحرية وخص في عقد الحفر والتجريف، وكان عقد الحفر والتجريف هو جزء من عقود تطوير الواجهة البحرية بأربع المراحل اللي هي من مقابل الدفاع الجوي المرحلة الأولى إلى وسط المدينة. قيمة هذا المشروع 1,200,000,000 ريال اللي هو المشاريع تطوير الواجهة البحرية بشكل عام على امتداد 11 كيلو. عقد الحفر والتجريف كان ضمن نطاق عمله هو تأسيس ودفن هذه الجزيرة الصناعية وتأسيسها بالشكل النهائي اللي هو بالشكل هذا. ليش اخترت ذا الموقع في البداية؟ هو في التصميم طال عمرك على أساس يكون مفتوح للبحر المفتوح، لأنه في أقرب منطقة في استطاعة أنهم يقدرون على الدبث هناك. أيوة الآن أنا أوصل لك الطول العمر نتيجة دراسة دراسة الدبث عمل الدراسة هيدرون فطال عمرك عقد الحفر والتجريف بدأ بداية بعمل كفر دام. كفر دام اللي هو هذه هي أعمال السد الترابي إحاطة للجزيرة بشكل عام وتنشيفها وتجفيفها من الماء، وطبعا العمل عمل الامور او المتطلبات البيئيه وضعت في عين الاعتبار، بحيث انه جميع المواد او المياه اللي تروح للبحر تكون بسيلت كارتن يمنعها من عكاره البحر المفتوح. هذا حقون البيئه. نعم مظبوط. عمل الدريجر اللي هي في نفس العقد اللي هو حفر في البحر وتشكيل الشواطئ بالشكل النهائي للواجهه البحريه بشكل عام للمرحله الاولى والثالثه والرابعه. فكان عمل طال عمرك الدريجر هي الحفر الناتج المواد هذه من الحفر، جزء منها اللي هي مواد الريكليمينيشن ماتيريال او مواد الطمي استخدمت في عمليه دفان الجزيره. المواد المستخرجه من البحر او من تشكيله اللي هي 5,000,000 متر مكعب استخدم منها حوالي 1,400,000 متر مكعب في دفن الجزيره. والباقي هذا وزع طال عمرك على منطقة الجار، منطقة مشاريف، جزء من الفيس 2 بالنسبة للواجهة البحرية المرحلة الأولى، جزء من المرحلة الثالثة للواجهة البحرية تطويرها برضو. الجزء المهم اللي هو في هذا العقد هو تعميق المنطقة المحيطة بالجزيرة. تعميق المنطقة المحيطة بالجزيرة هي تعميقها على 4 متر تحت مستوى سطح البحر من أقرب نقطة من الجزيرة على امتداد 100 متر، هذا كله عمق 4 متر، بالإضافة إلى مد زي اللسان طال عمرك إلى البحر المفتوح، بحيث أنه إيش طريق للقوارب والسفن الصغيرة يعني دخول منطقة التكسي البحري، واللي من ضمنها القناة. تمام. من ضمن الأشياء اللي عملت في هذه الجزيرة للحفاظ عليها من بعد عملية الحفر هذه من التيارات البحرية هو الجدار البحري. الجدار البحري طال عمرك هذه صورة بسيطة. تمام. أيوة يعني إحنا راجعين للهيستوري القديم للجزيرة هذه. فالبايلز هذه عملت على قاع البحر، يعني من المكان حقنا هذا 9 متر تحت، يعني إحنا نتكلم على مستوى سطح البحر. على مستوى سطح البحر إحنا ننزل 4 متر. على 4 متر هذه هي موجودة البايلز. البايلز طبعا زي ما انت شايف طال عمرك عرض الدايمتر متر والطول يختلف من 25 متر الى 30 متر تحت سطح القاع. فبالتالي تعمل هذه الخوازيق او البايلز في تثبيت الجدار البحري. الجدار البحري ارتفاعه من القاع الى اعلى قمه فيه 9 متر. كميه او عدد البايلز اللي موجوده واسست في الجدار البحري فقط عبارة عن 980 بايت مطولين الجزيرة بالكامل من الجهتين هذه. لا من الجدار البحري اللي هو هذا طال عمرك، شوف من النقطة هذه إلى النقطة هذه، هذا يعتبر بالنسبة لنا كيلو تقريبا. كيلو. فالكيلو وزعت عليها 980 بايت من تحت، ونعمل الجدار البحري. كمية الحديد المستخدمة 5,000 طن من الستيل، والكونكريت استخدم حوالي 25,000 كيوبيك متر. طبعا هذه الكميات اللي قلتها وزعت على البايز اللي موجوده في الجسر مدخل من اليابسه الى الجزيره. طبعا البايلز هنا 72 بايلز موجوده تحت الجسر، وعمل في الاعتبار انه يكون الارتفاع حق الجسر يسمح بمرور القوارب الصغيره من خط التاكسي طال عمرك.
هذا بالنسبة للمرحلة الأولى في عملية إنشاء الجزيرة. انتقلنا بعد كده إلى المرحلة الثانية بعد ما تشكلت الجزيرة إلى عقد ساينو هايدرو اللي هو عقد تطوير الواجهة البحرية المرحلة الرابعة اللي يضم في ضمن نطاق تطوير الأعمال للجزيرة هذه. نطاق العمل بالنسبة للعقد هذا اللي هو وقع بقيمة 160 مليون طال عمرك اللي هو تطوير البنى التحتية سواء كل شبكة الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب والصرف والري والدكت بانكس اللي هي تبعها بتشامبرز بالكهرباء بالترانسفورمز بالباكل سبستيشنز بالأشياء هذه كلها بالطرق تمام بتطوير الفيتشرز والميزات المعمارية بالإضافة إلى ممرات المشاة الهاند ريل الريبرابز كل الأمور هذه الستام كونكريت اللي حوالينا الجزيرة كامل وهو بعرض 5 متر كل هذه كانت من ضمن نطاق تطوير هذه الجزيرة للعقد هذا. طبعا هنا مراحل طال عمرك لو تلاحظ يعني عملية التطور في الإنشاء هنا وصلنا إلى شهر 9 هذه توها ليتلي يعني شهر 9 فالآن اختلف الوضع كامل يعني هذه يعني تقريبا يعني اللي في الموقع الآن يختلف تماما عن هذا عن الصورة هذا. بعض من الأعمال طال عمرك لو تكرم بعض من الأعمال وطبيعتها مثل أعمال البنية التحتية هذا جزء بس مثال بسيط عن ليش عن الدرينج سيستم تصريف مياه الأمطار. طبعا نفس الشيء بالنسبة لكل السيستمز اللي موجودة هذا بالنسبة لأعمال الطرق من البنية التحتية تبعها والمباني بالإضافة إلى أعمال التشجير والجيوتك ستايل. لو تلاحظ طال عمرك هذا هو كله جيوتك ستايل هو نفسه ده اللي ممدود بس هذا في صورة في وقت معين وهذا بعد ما زرعنا صار بالشكل هذا. المنظر الأخير والنهائي هو هذه يظهر لي فيه الربراب حوالين الجزيرة زي ما انت شايف طال عمرك بحدود 2 كيلو حوالين الجزيرة بشكل عام بارتفاع 4 متر بثكنس متر أعمال يمكن حوالي 10,000 كيوبيك متر تقريبا من أعمال الصخرية أو الربراب اللي موجود. هذا طال عمرك الستام كونكريت والهاند ريل طبعا بعد تشريفكم لنا واختياركم للمنظر هذا اللي ما شاء الله تبارك الله يعني أعطى منظر جميل للجزيرة. هذا بعد منظر للساحات العامة وهذا بعد أعمال الإنارة. هذه very recent. أيوة هذه very recent. نعم هذا أول ما أطلقنا التيار كانت هذه الصورة موجودة أخذناها. الحقيقة تعاون كامل وشامل من إدارة المرافق والزملاء ما قصروا صراحة كنا نعمل كتيم أو كفريق واحد. هذه أكبر مايلستون كانت موجودة وأهم مايلستون كانت موجودة يعني تقريبا حنا انتهينا من 98% من أعمال الجزيرة كاملة وإن شاء الله بنهاية شهر ديسمبر إحنا نكون خرجنا بإذن الله تعالى من الجزيرة وسلمناها للتشغيل والصيانة والله يعين زملائنا في تشغيل الصيانة يعني لسه اليوم كنا بنتكلم عن الموضوع. أبغى أنوه طال عمرك إلى موضوع بالنسبة للمناطق الاستثمارية فهي مساحتها حوالي 7 هكتار الجزيرة كلها على بعضها 24 هكتار 7 هكتار منها هي عبارة عن مناطق استثمارية وعندنا 9 طال عمرك هذه المفروض أنها يجي فيها أكواريوم ودايفنج فيليج وسمول مارينا هذه طال عمرك وهذا الباقي هنا كله بابليك هذا الجزء الأكبر بطلق الناس تيجي تستمتع فيها ما هي مدخولة. إحنا واقفين طال عمرك هنا في هذا الموقع تمام وهذا الباركينج اللي واقفة هنا جنبنا طبعا الأكوا بارك زي ما أنت عارف والمارينا والفنادق اللي موجودة هنا يمكن والدايفينج فيليج والمناطق حقة الأكويريوم ساينس. عندنا طال عمرك اللي هي هذه 7 هكتار المناطق دي عندنا منطقة حقة الساحات الخضراء مناطق الخدمات اللي هي مناطق اليوتيليتي اللي هي الخدمات كطريق ومواقف عندنا فوق 500 موقف موجودة والمباني الخدمية عندنا مبنيين أجلكم الله ريستروم وبرير أريا 2 وفي منطقة في منطقة المارينا في عندنا شاور ريستروم وفي ما عندنا برضو أكشاك حوالي 8 أكشاك كإنفراستراكشر موجودة. نهاية أنا أبغى أختصر الموضوع أشكرك جزيلا يا دكتور وأشكر سعادة المدراء العموم على تشريفكم لنا
وانت دائما كنت معانا خطوه بخطوه في المشروع هذا. فيعني احنا ما نعطيك شيء جديد الان، لكن احنا فرحتنا كلنا سوا. نعم هذه انا عارف انه انتم شغالين فيها باذن الله نشتغل. احنا طول العمر هنا عندنا زملائنا اللي هو عندهم التايد ستيشن، عملوا لهم هنا يعني مركز مساحه الاخريان. طبعا اول شيء اديكم خدمه دكتور على موضوع التايد ستيشن، هو يعتبر مرجع مهم للاعمال المسائيه، يعني مثلا المساحه البحري والدراسات البيئيه والعوامل المناخيه. وطبعا كلفنا على انشاؤه حوالي 600,000 ريال على خدمات المساحيه. وطبعا ينقسم هو على قسمين، عندك الكنترول روم بانل موجود في الغرفه جدا بعيده، ازور عليها فيها. طبعا الكنترول بانل هذا عباره عن جهاز يحدد الاقراءات ويرسلها دايركت لل اي تي ديبارتمنت اللي هو الاداره الفنيه المعلومات السيرفر وتخزينها بشكل دائم. وطبعا شغال هي حاليا على الطاقه الشمسيه، في نفس الوقت تشتغل على استمراريه. والشيء الثاني اللي هو الجهاز المد، حساب المد ودرجه الحراره، اللي هو عندك الاكوا تراك اللي هو هنا الاكوا تراك والرادار، كل واحد فيهم بيحسب لك المنسوب البحر، وطبعا يقيس درجة الحرارة وحرارة الماء طبعا والضبط اتجاه الرياح وسرعة الرياح والرطوبة، كل هذه بشكل لحظة موصلة بشهادة عندكم في الاي تي مو عندكم؟ ايوه الغرفة طبعا هذه هي موجودة هنا. هو موقع لنا الغرفة هي هنا في هذا المكان، وهنا هم محطوط الان الحضور. طبعا الفائده التايد ستيشن زي ما قلت موضوع المنسوب الرياح، وفي نفس الوقت طبعا الحمد لله احنا ما عندنا تسونامي، لكن برضه بدنا نقول انه عندنا معلومات دقيقه ومن بدري فيري هاي سوفيستيكيشن. رسمها لنا فنان اسمه الشؤون الفنية.
يكن هذا الجمال يبان لولا قطاع المالية وعقود تبرم من الإخوان فيها تفاني إدارية. صوت الشواطئ لها ألحان تعرف الأغاني حجازية وطيور تشتو على الأغصان منها طيور المحمية. يا نورس الحب حسنك بان كأنك جزيرة طبيعية فعلا أرانبان كما في دولة أوروبية. وليها العجب والعقل حيران أنا في أرض صناعية. شكرا لكم يا نصيف الآن شكرا يا هيئة المنافسين.